الديس يا سيدي هو سينجل باند كومبريسور، يعني كومبريسور بس بدل ما بيضغط كل الترددات اللي موجودة قدامه بيضغط منطقة معينة من الترددات دي. بيضغطها على اي اساس؟ هي ديت المصطلحات اللي انت سمعتها قبل كده، يعني مش هتلاقي الديسر بيقدر يضغط كل الترددات الموجودة في اي صوت، هتلاقيه بيشتغل على منطقة معينة من الترددات. هو بيكون مقسوم لحاجتين، بيشوف السيجنال اللي داخله ازاي وبيتعامل مع السيجنال ازاي. عشان كده بيظهر مصطلحات وبتلاقي الديسر فيه زراير كتير، لازم هتلاقي ان هو بيديك كنترول على المصطلحات اللي انا قلت لك عليها، اللي هي الفريكوينسي، التردد، انت تضغط اي تردد، واللي هو بيشتغل ازاي، اللي هو سبليت مود او وايد مود، برود باند او هاي فريكوينسي اونلي، وهكذا. فالديسر انت ممكن تستخدمه على اي صوت مش فقط الفوكال، بس في انواع كتير وكل مهندس بيبقى عنده وجهة نظر في استخدامه. في ناس بتحب تحطه في الاول، في ناس بتحب تحطه في اخر التشين، في ناس بتحب تحطه في النص بعد بروسس معينة، وهكذا. في ناس بتستخدم ديسر واحد، في ناس بتستخدم تو ديسر عشان يحلوا مشاكلهم، في ناس بتستخدم حاجات تانية تساعد الديسر في مهمته، في ناس بتستخدم EQ، في ناس بتستخدم ساتوريشن، في ناس بتستخدم كومبريشن. ففكرة الديسينج ذات نفسها لو انت حصلتها على الفوكال هيبقى تفكير مش غلط قوي وما هوش صح برضو. فلذلك الديسينج دوت علم ممكن نعمل عليه كورس، ممكن نعمل عليه سلسلة من الفيديوهات، وهي ديت الحاجات اللي احنا هنتكلم عليها في الفيديوهات القادمة. سلام.